عسلامة يا صغرونتي وصباح النور. اليوم الأولاد عنا نشاط جديد. النشاط هذا يتمثل في الحساب بي أهو عنا هنا مراول فيهم أرقام. الأرقام هذوما مختلفة من مريول المريول، وعنا زيد السراول. السراول فيهم النقاط اللي يمثلوا الرقم الموجود في المريول. احنا مع بعضنا باش نحاولوا نحسبوا قديش عنا من نقطة في السروال ونعطوها المريول الصحيح اللي يجي فوق منها. النشاط هذايا كيف ما نخدمه بالحساب زيادة باش نخدمه بالألوان اللي كيف كيف اللي كيف كيف باش تعاوننا في النشاط هذايا. يلا نبدأ مع بعضنا. نبدأ بأول سروال اللي هو ديجا قدامنا، سروال لونه أزرق. نحسب 1 2 3 4 باش نلوج على رقم 4، والرقم 4 زيدة يعطيني نفس اللون تاع السروال. لوج رقم 4 اهو رقم 4 نحطوه فوق السروال كيف هك اهو ما كيف كيف. يلا نتعدى للسروال الاحمر. 1 2 3 4 5 لوج على رقم 5 اهو رقم 5 وزيدة نفس اللون نتاع السروال. نتعدى للبني. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 يلا لوج على رقم 8 اهو المريول اللي فيه رقم 8 نحطوها على جنب. يلا نتعدي للسروال الاخضر ونحسب 1 2 3 يلا نلوج على المريول اللي فيه رقم 3 اهو يلا نحطوه بحذاه وهوكا زيد عنده نفس اللون. نتعدى للبنفسجي نحسب 1 2 3 4 5 6 يلا نلوج على رقم 6 اهو المريول اللي فيه رقم 6 نفس اللون. يلا نحسب توا البني 1 2 اهو رقم 2 نحطوه فوق المريول ويعطينا زيد نفس اللون وبرافو يا صغاري. يعطيكم الصحة. نخدموا النشاط مع ماما ونركزوا مع ساتي كيفاش قاعدة تحسب وكيفاش نحطوا المريول في البلاصة الصحيحة. باي باي.